تستهدف المبادرة الرئاسية حياة كريمة منذ إطلاقها في يناير عام 2019 الارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن خلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة. ومع بداية العام المالي 2021-2022 انطلقت المرحلة الجديدة للمبادرة بتنفيذ المرحلة الأولى في 1477 قرية يعيش فيها 18 مليون مواطن. المشروع القومي لتطوير قرى الريف حياة كريمة حلم الجمهورية الجديد الذي أحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية. المبادرة الرئاسية حياة كريمة أنهت عصور التهميش في كافة قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي النسيان والإهمال، ولكن في الجمهورية الجديدة بعد ثورة 30 من يونيو حظي الريف باهتمام بالغ وتصدر اهتمامات الدولة. مبادرة رئاسية أطلقها الرئيس السيسي في يناير من عام 2019 لتغير حياة أكثر من 58 مليون مواطن في الريف إلى الأفضل، وتغطي في مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية بإجمالي 175 مركزاً في 20 محافظة، وإحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية. وتستهدف المبادرة الارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإحداث تغيير إيجابي في مستوى معيشتهم، فضلاً عن خلق واقع جديد من التنمية الشاملة المستدامة لهذه التجمعات الريفية المحلية. حياة كريمة تعمل كذلك على تحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين، بالإضافة إلى الاستثمار في تنمية البشر وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، مع إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية من خلال تنظيم صفوف المجتمع المدني للمشاركة في المبادرة الرئاسية. وتتضمن المبادرة ثلاث مراحل. الأولى تشمل القرى ذات نسب فقر تتجاوز 70%، وهي الأكثر احتياجاً وتحتاج إلى تدخلات عاجلة. والثانية القرى ذات نسب الفقر التي تتراوح بين 50% و70%. أما الثالثة فهي القرى ذات نسب الفقر الأقل من 50%. وقد حظيت المبادرة الرئاسية بإشادات دولية عديدة، فقد أشار مكتب الأمم المتحدة للتنمية المستدامة إلى أن المبادرة أسهمت في التخفيف من الآثار السلبية لفيروس كورونا وتحسين مستويات المعيشة للفئات الأكثر احتياجاً في البلاد، في حين وافقت الأمانة العامة للأمم المتحدة على إدراج المبادرة ضمن سجل منصة الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة للمنظمة، وهذا دليل على استيفاء المبادرة للمعايير الذكية للمنصة، بالإضافة إلى سعي المبادرة إلى توطين أهداف التنمية المستدامة في كافة خطواتها. ويتواكب مع المبادرة مسار تنموي يسعى إلى تطوير الوعي المجتمعي من خلال أنشطة فكرية ومعرفية وترفيهية.